بارك الله فيك. سمك الله على الأختي. أنتي فاتحة. منين فاتحة؟ من كازا. مرحبا فاتحة من كازا، الله يفتح عليك بباب الخير فاتحة. الله يحفظك. أول مرة كتعيطي لي؟ أول مرة تعيطي أنا عيطت، أول مرة غنعيط في برنامج. أول مرة تعيطي شي راديو بغيتي تقولي؟ ها شي يعني اللي كان. نعم نعم. مرحبا اختي فاتحه، الله يسهل امورك، شكرا على الاختيار ديالك مدينه اف ام وبرنامج الله يتولى لما. ها اختي فاتحه، بغيتي الفال ولا شنو؟ بغيت الفال الزوج. بغيتي الفال تزوجي؟ فايتها مزوجه ولا مازال؟ لا فايتني مزوجه سبعة المرات. اللهم صل على سيدنا محمد. سبعة المرات راه الكير راه سبعة المرات مزوجه، سبعة سبعة الرجال. واحد خطبني ومات، واحد خطبك الاول خطبك ومات، والثاني خطبني وتزوجنا ولكن دوز معي شهر مات. الثالث والثالث الفينال واش مات ولا باقي حي؟ برا مرجع. سيدي الرابع؟ الرابع مات ولا حي؟ لا طلقنا. زيد الخامس؟ والخامس دارك سيدة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم بارك وزيد في ذلك. السادس؟ السادس تزوج بوحدة أخرى طلقنا. ما ماتش، ماتت الأخرى. هذيك اللي تزوجها عليك ما ماتتش، بقى حية. بقى حية. الحمد لله يا ربي. هو بقى حي؟ ما نعرف، ما عندي اخبار عليه. يلا انا السابع الثاني زهر العالي ان شاء الله يا ربي يسمعوا عليه الخير. تفضلي يا الاخت المباركه مسعوده، تفضلي. تفضلي مبركه، تفضلي فاتحه، الله يفتح علينا باب الخير. يلا فاتحه راه كنتسناو باش السابع شنو طرا له؟ السكر. انا ما نقدرش ندير لك الفال، انت راكي سلاطه. عايشي شي واحد ندير له الفال وصدق لنا سباب وين شي مرض شي مرض. جا السكر هنا يا ربي ما تجي 12 نخرج سالم غانم. ودابا شنو بغيتي مني انا؟ بغيتي منك انايا غير تفعلي. انت مرا ولا عقوبه؟ انت راه بينيتي. اللهم صل على سيدنا محمد اللي مات، اللي جا السكر، اللي دار قصيده، اللي طلق، اللي هادو مالهم مالهم هادو ما عندهمش العقل. ما انت راكي مرا زينه ما خاصك والو، مالهم تيموتوا مالهم؟ يلا عندي 24 24 وسبعة اللي تزوجتو ترى لا ما هادشي كون كنتي درتي 80 نص في المغرب ديال الرجال يمشي. احجار كيشدوك. يا ربي اش غادي دير اختي هذا؟ ادير الرز بالحليب لا ما ديري الفيل. لا من حقي من حقي من حقي. الله يا ودي من حقك تقتلي لنا في عباد الله. نعم. دابا شوف انا يا مازال صغيره من حقي نتزوج. دابا تسمع تزوجت لي تزوجتي، دابا كشي خاطب شي مزوج، دابا كي الراجل اللي كيتمنى ان شاء الله تجي شي مصيبه كحله كي داير؟ اما يتزوج عليا ويمشي ويمشي سالم غانم صافي ونبقى معاه نكملوا الحياه. دابا وريني اللي تكملي الحياه، انت كيكمل معاك شي واحد الحياه انت. انت هي لفه تتعرفي 16 الاخر هي انت. اختي اش غادي نقول لك؟ انا درت لك الفال. شوفي على من غادي ينزل هو وكتابه دير له الفال. اخويا فاتحه كاين شي حاجه ما نضيفها ولا نسدو هذا المحضر؟ هذا راه محضر ماشي ماشي فنان. ها انا اختي كملي كل اذن صغيان. دابا انا مازال صغيره. قلتي لها. نتزوج ولا الوليدات ولي بحال هكا يعني نتزوج ولا الوليدات مازال ما قبل نولدت مع حد. كي ديري تولدي وما ماتوا بكري. اضربوا بك الله. كي ديري تولدي واخا دابا شنو بغيتي؟ شنو بغيتي؟ ها شنو بغيتي؟ قولي لي شنو بغيتي؟ يعني بغيت راجل يتهلا فيا وما يموتش. ايه ونكملوا
عطيها الفيلة وغتكمل. اليوم عندنا فرح عيد حنا. يا ربي تطبينا هانتوما اخوتي الرجال اللي كتسمعوا هاد السيده وبغيتو تهناو تجيبوا الفينال هي كاينه موجوده راه في كازا. الو السلام عليكم. واحد الو باقا معانا؟ وقيلا هادي تا غتدي الاستوديو كامل عاد تهنى منه. الو اختي باقا معانا؟ الفعل راه درنا الفعل راه درنا. اش بغيتي عندنا اختي؟ اش بغيتي؟ اش بغيتي؟ انا مزاوق فيك عار الله حجرك يشدوك. انا مزاوق فيك. شنو بغيتي؟ وا لا كنتي انت باقي بلا زوين. لا 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 دير لها الفعل دير لها الفعل. شتي واخا كنت انا ما مجوش والله عليا لي من عيني لحتى عليك باقي باغي نعيش. مشات مشات. الو الو ساعه الله. واش هادي تسقات هنايا؟ واش اختي ما بغاتش تسقات هاك الصوند؟ واش هادي واش دير لها بون مو على يسري؟ انا عزيز عزيز كنشكرك كنشكرك الله يحفظك. انا ما بقيت سميتي عزيز باش ما تنيشيش عليا. لوبلا سميتي انا فريده سميتها. دير اخويا شي موسيقى عار الله. واش انت ما خدامش معانا؟ شكون اللي جاز؟ واش هادي خصها الحنة؟ هادي خصها الشريحة والخبز. مشات مشات. فهذا فاس حميدين الشاكرين.